شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك في تظاهرة احتجاجاً على استمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة. وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني. واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة نيويورك تايمز احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل. وتعد هذه هي المرة الثانية منذ بداية العدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.